الله اتكلم، اتكلم بإعلان واضح وحي ومجسد. قال عن نفسه أنه الآب حينما قال هذا ابني. يحب يعني يعطيه لازم، كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له الحياة في ذاته. الابن الذي به سرر. عايزين نحب بعض حسب المثال الذي أعطانا الله إياه، أن نكون مشابهين صورة ابنه، أن نتغير إلى تلك الصورة عينها. المثال الذي دعانا إليه أن يكون واحدا كما أننا نحن واحد. الآن في اليوم ده قدم لينا المثال اللي عايز يحولنا إليه. هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. هي دي العلاقة، وهو ده المثال اللي علشانه ابني هذا واقف قدامكم في مية الأردن زي ما انتم شايفين، نزل من السماء واقف قدامكم اهو عشان المثال اللي بيننا ده يصبح فيه. يا الانسان المسكين، ما لم يكن لك حق فيه صار بسبب النعمة لك الحق ان تشترك فيه، انه حياة الثالث. انا مش بقول لك سيب حق، ده انا بقول لك خد حقك، ده انا بقول لك اسعى للحق اللي اداهولك، اسعى للشركة في حياة الثالوث، بيع الثاني واشتري الوحدة مع الثالوث، اشتري الوحدة مع الله، اشتري الدخول في حياة الثالوث، اشتري التشبه بيه. ايوه بتخسر، بتخسر الثاني، لكنك بتقتني الشركة والوحدة مع الأبدي. أنا كنت واقف هناك يوم ما كان يوحنا المعمدان بيعمد، هو شاور علي فيه وهو اختارني فيه، وأنا كنت واقفا هناك، والروح القدس اللي كان بيحل ده كان بيحل علي أنا مش عليه هو، إنه ما كانش ناقص إنه يحل عليه الروح القدس، ده هو واحد معاه منذ الأزل. روح القدس اللي كان بيحل بهيئة جسمية مثل حمامة ده كان بيحل علي أنا، وبيجي على إنسانيتي أنا. أنا عايز أسر قلب أبي. لقد أعلن لنا اليوم الآب السماوي أن له ابن محبوبه، أن هذا الابن المحبوب قد صار واحد منا لكي فيه نصير شركاء الطبيعة الإلهية. بيع كل شيء واشتري المحبة بإتقان، لأنك حينما تشتري المحبة أنت تتحد بالمحبوب وتدخل في الحياة التي في الثالوث. آمين.